يعلم، وأصلي وأسلم على نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وحياكم الله أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء المبارك بإذن الله تعالى. ونحن نتدارس نحن وإياكم بإذن الله تعالى جملة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بتعلم القرآن وتعليمه وتدبره. وقد أحسن الإخوة بارك الله فيهم في إقامة هذه الدورة خصوصا في قبالة رمضان، إذ أن الإنسان بحاجة إلى أن يهيئ نفسه لشهر القرآن بما يهمه من تعلمه وتلاوته وتدبر لكتاب الله عز وجل، كما أحسن الشيخ ناصر وفقه الله إلى جمع هذا الكتاب المبارك الأربعين القرآنية، شاملة ما يتعلق بتعليم كتاب الله عز وجل حفظا وتلاوة وتدبرا وعملا. نسأل الله عز وجل أن يزيدنا وإياكم من العلم والعمل. ونبتدئ بإذن الله تعالى في ذكر أو تلاوة الأحاديث التي معنا. هذا الحديث أيها الإخوة حديث عظيم، بل هو حديث رهيب مرهب كما قال الألباني رحمه الله تعالى. هذا الحديث مخيف لمن حمل كتاب الله عز وجل وتولى فيه مسؤولية وتأليما، إذ أن هذا الحديث أيها الإخوة يبين لنا أن أعمالا ثلاثة هي من أشرف الأعمال عند الله عز وجل. هذه الأعمال إذا صرفت لغير الله عز وجل فإن عقاب من صرف لغير الله أعظم العقاب. تأملوا معي أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث خص ثلاثة أصناف. هؤلاء عملوا أشرف الأعمال، الجهاد في سبيل الله وتعليم القرآن العلم والقرآن والإنفاق في سبيل الله تعالى، أعمال عظيمة. لكن أصحابها هؤلاء أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، ويسحبون على وجوههم فيلقون في النار عياذا بالله. لماذا؟ لأنهم صرفوا هذه الأعمال لغير الله سبحانه وتعالى. ولا شك أيها الإخوة أن العمل كلما شرف وعظم إذا كان أو صرف لغير الله فصرفه لغير الله ينقلب ثوابه الأعظم إلى سيئات أعظم، كما قال الله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، بحمله هذا الدين وتشرفه به، لكنه إن لم يحمله ثم رددناه أسفل سافلين. فكذلك أيها الإخوة هذه الأحوال الثلاثة. ولذلك عقب أهل العلم في الحديث على هذا الحديث في قول الترمذي رحمه الله تعالى بعد إخراجه للحديث، قال أبو عثمان: وحدثني العلاء بن أبي حكيم أنه كان سيافا لمعاوية رضي الله تعالى عنه، فدخل عليه رجل فأخبره بهذا عن أبي هريرة، فقال معاوية: قد فعل بهؤلاء هذا، فكيف بمن بقي من الناس؟ ثم بكى معاوية بكاء شديدا حتى ظننا أنه هالك، وقلنا: قد جاءنا هذا الرجل بشر، أي بذكر هذا الحديث. ثم أفاق معاوية رضي الله عنه ومسح عن وجهه وقال: صدق الله العظيم، صدق الله ورسوله، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقد جاء في رواية الترمذي أن أبا هريرة رضي الله عنه نشغ ثلاث مرات نشغة ثم أفاق، شهق بذكر هذا الحديث قبل أن يحدث بهذا الحديث من شدة ما فيه من التحذير. وكما ذكرت لكم قول الألباني رحمه الله: هذا حديث رهيب، أي أن القلوب ترهب من سماعه وتخاف منه.
هذا الحديث أيها الأخوة نستخلص منه أمورا مهمة. أولا، فضيلة هذه الأعمال الثلاثة التي ينبغي أن يكون للمسلم حال وعمل مع ما يسر الله له منها، ذلك أن هذه الأعمال من أشرف الأعمال، وكما في الحديث أولها الجهاد في سبيل الله. فهذا الرجل قال إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه، يعني يفصل فيه ويحكم في أمره، رجل استشهد فأتي به للحساب فعرفه نعمه فعرفها. وهذا يدل أيها الإخوة على أن الله عز وجل يوم العرض، يوم أن يعرض كل فرد على ربه عز وجل فيعرفه نعمه، يضع يده على كنفه فيقول ألم تفعل كذا ألم تفعل كذا، ويعرفه نعمه التي أنعم الله تعالى عليه فيعرفها، أن الله عز وجل أعطاه كذا وأعطاه كذا وفضله بكذا ومنحه كذا ويسر له كذا. وهذا أيها الأحبة يؤكد الإنسان أن يتذكر دائما نعم الله تعالى عليه لأنه مسؤول عنها، وأن يتذكر هذه النعم هل صرفها لوجه ربه عز وجل أم صرفها لغير الله. نعمة البصر أين صرفتها؟ نعمة العقل أين صرفتها؟ نعمة السمع أين صرفتها؟ وغير ذلك من النعم التي منحك الله، منها نعمة أن يمنحك الله في هذه الدنيا إمامة في الناس، أن يمنحك الله تعالى فضلا وتفضيلا. فكل ذلك إخوة الكرام إذا لم يستحضر فيه الإنسان نعمة ربه ويحاسب نفسه فإن الإنسان قد يصرف ذلك بحظوظ من الدنيا شعر أو لم يشعر. قال فما عملت فيها؟ إذن هنا أيها الأحبة وقفة مهمة حول أن الله عز وجل سيحاسبنا عن العمل بهذه النعم، النعم التي أنعم الله تعالى بها عليك واجب عليك أن تعمل فيها. ماذا عملت بها؟ إذا أعطاك الله سبحانه وتعالى حفظا لكتاب الله ما عملت به؟ هل قمت به في صلاتك؟ هل علمته غيرك؟ هل تلوته متدبرا متخلقا؟ نعمة أعطاك الله تعالى إياها، وليس فقط أن يقال حافظ. فما عملت فيها؟ لنجعل أيها الأخوة هذه الكلمة أمام أنظارنا، فما عملت فيها؟ حقا لو أننا تأملنا فيها لوجدنا والله إنها تحتاج منا إلى تذكر دائم. قال تلت فيك حتى استشهدت. أيها الأخوة الأمر عظيم، الإنسان يسعى في هذه الدنيا فما يدري، ربما يصرفه صارف في نعمة من النعم إلى حظ من حظوظ الدنيا وهو لا يشعر، يزين له الشيطان ذلك، يزين له الشيطان ذلك، فيبرز نفسه ويتطلب الشهرة ويعرض نفسه ليقال. طبعا الأمر أيها الأخوة كشعرة معاوية كما يقال، الأمر متعلق بالقلب ليس متعلق بظواهر الأمور. قد تجد الإنسان يشهر نفسه ويدفع نفسه إلى نفع الناس في مواقع النفع، يفهم منه أنه يرائي، لكن الأمر متعلق بقلبه، لأن الله ينظر إلى قلوبكم ولا ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالمسألة ليست هي متعلقة بحكم الناس، المسألة متعلقة بما في قلبك، انظر إلى قلبك. المسألة خطيرة أيها الأخوة، دقيقة. تجد بعض الناس
يعرض نفسه، لكنه من داخل نفسه يريد أن يبلغ رسالة الله، بلغوا عني ولو آية، ولو فهم عنك من فهم بأنك تريد أن تعرض نفسك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض نفسه على القبائل، ويعرض نفسه على كل من أو كل من تيسر له أن يعلمه. وهكذا كان حال السلف رحمه الله والصحابة رضوان الله عليهم. لكن المسألة أحياناً ومع عصرنا هذا أيها الإخوة الأمر خطير، مع عصر التصوير وعصر الشهرة والمتابعات ما يسلم الإنسان، والله ما يسلم إلا أن يجاهد نفسه ويحاسبها في أن يقول والله عندي عدد من المتابعين كذا، والله سمع مقطعي كذا. قد يعرض الإنسان ذلك خلاصا لله، كيف أنا أسألكم كيف يعرض الإنسان أنه والله سمع محاضرتي 1000 واحد أو 100,000 واحد؟ نعم قد يقول ذلك وهو مخلص لله، يريد أن يحث غيره إلى استخدام هذه الوسائل فلا بأس، لكنه ينبغي أن يمسك في نيته، يعني يعض عليها بالنواجذ، لأن الأمر خطير جدا، وهي مدخل من مداخل الشيطان. لاحظوا أيها الأحبة الحديث دقيق في دلالته على النية، على النية. النية هنا قلبت العمل الشريف إلى عمل سيء من أسوأ الأعمال، فهي المسألة مهمة جدا. والحقيقة أننا في هذا الزمن يضعف التذكير بالنيات، يضعف التذكير بالنيات، وهذا الذي أيها الأخوة يجعل حال السلف أفضل من الخلف. ما سبق السلف أيها الأخوة بكثرة صلاة ولا قيام ولا ذكر. نعم قد يكونوا سبقوا، لكن من يخلفهم قد يسبقهم. قد تجد إنسان قد قضى من عمره 100 سنة كلها في ذكر وصلاة صيام، لكن منزلته عند الله أقل. ما السبب؟ السبب كما ذكر عن حال السلف، ما سبق من سبق بكثرة صيام ولا صلاة، وإنما سبقوا بما وقر في قلوبهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في عن أبي بكر: لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان الأمة لرجح بهم. المسألة يا أخواني الكرام عظيمة، والله عظيمة. نحن هنا في هذا الزمن المشكلة بولينا، حقيقة بولينا بالأشياء التي تجعل الإنسان يرائي، تجعل الإنسان يشهد أو يظهر نفسه ويظهر عمله، خاصة مع هذه الكاميرات أو هذه الجوالات. فلنحذر إخوة الكرام، فإن الأمر خطير ورهيب كما قال الألباني رحمه الله. هنا قال: قاتلت فيك وحتى استشهدت. قال: كذبت ولكنك قاتلت لأن يقال جريء، فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. الشاهد الذي معنا أيها الإخوة هو قوله عليه الصلاة والسلام: رجل تعلم العلم وعلمه، شيء عظيم أيها الإخوة، تعلم العلم وعلمه، يعني قام بالعلم والتعليم، وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمة. كيف عرفه نعمة؟ ألم أعلمك؟ ألم أرقيك في درجات العلم؟ ألم تمنح درجات الشهادات؟ ألم تكن في قومك رفيعا؟ ألم تحفظ كتاب الله؟ ألم؟ هذا من تعريف الله تعالى لنعمه فيما يتعلق بالعلم والقرآن. فعرفها، عرف عمله، لأنه سيعرض له يوم القيامة. قال: فما عملت فيها؟ هذا بيت القصيدة أيها الأخوة، فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت. الله المستعان.
والله إنه لأمر عظيم أن يقابلك الله بعد هذا الجهد وهذا العمر الذي قضيته في تعلم العلم ليس في الدنيا وفي تعلم القرآن، ثم يعرض الإنسان على ربه فيقول الله كذبت. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم بنية صادقة. ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ، فقد قيل أنك فلان وفلان العالم أو القارئ أو نحو ذلك، ثم أمر به فسحب على وجهه، عياذا بالله، على وجهه بعد هذا الشرف يهان بسحبه على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما علمت فيها؟ قال ما تركت في سبيلك في سبيل ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد. الله المستعان. وما أكثر الذين ينفقون أموالهم اليوم إخوتي الكرام ليقال منفق أو كريم أو جواد. وللمؤسف أنك تجد أن هؤلاء قد ينفقون الملايين، وسبحان الله الموفق ما وفقه الله تعالى. ولا شك أن هذا راجع إخوتي الكرام إلى أساس الأمر وهو النية في البداية. النية في البداية يعني بمعنى الإنسان إذا بدأ العلم، مثلا إنسان يريد يدخل كلية الشريعة فيه طالبان اثنان بينهما كما بين السماء والأرض وكلاهما يدرس الشريعة مثلا، يعني النية مطية، البداية هي علامة النهاية. أحدهم جاء في كلية الشريعة ليزداد علما وليكون تخصصه فيما في العلم الشرعي، وليكون أيضا وظيفته وعمله فيما يقربه إلى الله في تعليم شرعي أو في إمامة أو في وظيفة شرعية، كل هذا نية صالحة بإذن الله. حتى لو نوى أن الوظيفة لكنه نيته في الوظيفة أن تكون تقربه إلى الله. وإنسان آخر وهذا موجود حتى في كلية الشريعة أن يدخل بنية أن يأخذ هذه الشهادة لينال بها مثلا وظيفة مرموقة أو ليقال فلان أو نحو ذلك. المسألة أيها الإخوة دقيقة عظيمة تحتاج إلى تأمل، وهذا الطريق طريق شرعي. فليت هذا الذي عدل في نيته لغير الله أنه أخذ طريقا من طرق الدنيا، لأن الأمر عظيم أن يأخذ الإنسان أن يوفقه الله تعالى لطريق الشرع طريقا شرعيا ثم ينال به دنيا. مثلا إمامة الناس للصلاة، قد يكون القصد كل القصد هو الراتب، ليس هو الإمامة وتلاوة كتاب الله عز وجل ونفع الناس ونحو ذلك، هذه غائبة عن ذهنه، وإنما والله وظيفة المسجد 3000 أو 4000 أو أقل أو أكثر، ويحسب لها حساب وكم سأجمع وكم سأفعل. المسألة خطيرة يا أخوان الكرام أن يقدم على وظيفة شرعية بهذا القصد. نعم لا إشكال أن يأخذ الإنسان على تعليمه كتاب الله عز وجل مبلغا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله عز وجل، إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله تعالى، يعني بمعنى أعظم أشرف وظيفة هي الوظائف الشرعية. الإنسان إذا كان على وظيفة شرعية معلم لكتاب الله إماما للناس وهذه وظيفة شرعية ونيته فيها خالصة، هذا أشرف وأعظم وأبرك حقيقة. المال الذي تأخذه في وظيفة شرعية بنية خالصة
هو أبرك من غيره، وهذا يشهد به أهل الوظائف الشرعية إذا أخلصوا لله وقاموا بحقهم الواجب. وهذا سمعته من أكثر من واحد، أنهم يقارنون بين الوظيفة الفلانية والوظيفة الفلانية مع زيادة الراتب الفلاني يمكن أكثرها ضعفاً أو أقل من الضعف، ومع ذلك يبارك الله في هذا المال ما لم يبارك الله في ذلك في الآخر. فلننتبه أيها الإخوة فيما نتجه إليه في أعمالنا ووظائفنا وما نقوم به. الحديث عن زيد بن ثابت رضي الله عنه عن جده قال: كتب معاوية رضي الله تعالى عنه وهو والٍ للشام يومئذ إلى عبد الرحمن بن شبل، وكان من الأنصار، وكان من الأنصار رضي الله تعالى، بل هم من نقباء الأنصار. لاحظ هذه الوصية ممن؟ من والي المسلمين وأمير المؤمنين خليفة المسلمين معاوية رضي الله تعالى عنه. وصية لمن؟ لأحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتولى وظيفة شرعية، وهي ما هي؟ أن علم الناس ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا إخوة الكرام نأخذ منه أنه ينبغي أن نتواصى في تعليم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن تقام المجالس كما هي حلقات التحفيظ، تقام مجالس مدارسة القرآن والسنة حفظاً أو قراءة وشرحاً، كمثل هذا الحال الذي نحن فيه بحمد الله. الناس بحاجة إلى هذا. لماذا؟ الناس بحاجة أيها الإخوة أن يربطوا بالوحي، الناس بحاجة إلى أن يربطوا بالوحي، لأنهم إذا ما ربطوا بالوحي وكانت مجالس تجمعهم على وحي الله تعالى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتعدوا، وكلما ابتعد الإنسان عن هذا الوحي وهذا النور أصبح في شبهات وشكوك وأهواء وأفكار ونحو ذلك. ولا شك أن أشرف العلم أيها الإخوة، أشرف العلم وأشرف المجالس هي المرتبطة بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مباشرة. فإذا وجدت مجلسا فيه تدارس لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كمثل المجالس التي تقرأ فيها الأحاديث يعني بالأسانيد، أو ختمة الكتب الستة أو نحو ذلك، احرص على حضورها، فإن فيها من الخير والبركة والفضل ما ليس في غيرها. ارتبط بالوحي ما استطعت. كل مجلس يربطك بكتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أعظم المجالس. قال: فجمعهم فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وهذا الشاهد: تعلموا القرآن. وصية النبي صلى الله عليه وسلم أن نتعلم القرآن. طيب كيف نتعلم القرآن؟ قال: تعلموا القرآن. كيف نتعلم القرآن؟ من يعطيني كيف نتعلم القرآن؟ تفضل. تعلمه تلاوة، بأن تقرأ القرآن تلاوة صحيحة. هذه أول مرتبة من مراتب التعلم، أول مرتبة مراتب التعلم التلاوة الصحيحة. ثانيا معرفة المعنى، لأنك تتعبد لله بهذا الكتاب، فكيف تعرف مثلا قول الله عز وجل الله الصمد؟ أن تقرأها في اليوم أكثر من 10 مرات، فكيف تقرأها في صلواتك وفي أذكارك وأنت لا تعرف معنى الله الصمد؟ ما معنى الصمد؟ أنا أسألكم ما معنى الصمد؟ يمكن لو ذكرت هذا
نصفكم طبعا يعرف أن هذا وصف لله، وصف كمال لله، لكن ما معناه حتى تقرأ هذه السورة وأنت تستشعر معناها؟ نعم، يصمد إليه جميع الخلائق في جميع حوائجهم. أنت تقرأ هذه الآية فتقرأ هذه السورة فتقرأ قوله الله الصمد، تستحضر حاجتك كلها تلجأ فيها إلى الله. هذا معنى. المعنى الثاني، نعم، السيد ذو السؤدد التام الكامل في جميع في ذاته وأسمائه وصفاته. كيف؟ العليم الذي يعلم كل شيء، القدير الذي كل شيء قدير، الحي الحياة الكاملة، البصير يبصر كل شيء، الرحيم رحمته وسعت كل شيء. تستحضر كمال الله وغناه عن خلقه، فليس بحاجة لأحد. ولهذا قال بعدها لم يلد ولم يولد. ففهم القرآن من تعلمه. ثالثا، المرتبة الثالثة قبل العمل، التدبر الذي هو ماذا يريد الله منا. يعني أنت إذا علمت أن الله قال الله الصمد، يعني تلجأ إليه الخلائق في حوائجها، أن تتدبر كيف تلجأ إلى الله في حوائجك. وأن تتدبر هنا صفات أسماء الله وصفاته الكاملة، فتستحضر في قلبك كمال الله عز وجل. التدبر مكمل للمعنى والتفسير. ثم العمل، أن تكون هذه الآية حياتك، فلا تلجأ إلا إلى الله، ولا تستشعر أحدا من الخلق له الكمال، بل كمال المطلق لله، عقيدة في قلبك ثابتة. هكذا قمت بحق هذا الكتاب، تعلموا القرآن. قال فإذا علمتموه فلا تغلوا فيه. ما معنى لا تغلوا فيه؟ الغلو مجاوزة الحد. طيب كيف أجاوز الحد في التلاوة؟ كيف أتجاوز الحد في التلاوة؟ نعم، تحريفه. نعم، وأيضا التلاوة على غير وجه صحيح. نعم، أيضا التكلف في تلاوته، فهذا من المغالاة. والقراءة السهلة المرتلة هي القراءة المشروعة. التكلف في تلاوته، وأيضا المبالغة الشديدة التي تخرج الحرف عن واجبه وحقه، كل ذلك من المغالاة فيه. قال ولا تجد أيضا المغالاة في تفسيره. كيف؟ التفسير على غير المنهج الصحيح، هذه المغالاة فيه. وأيضا المجادلة في تفسير كتاب الله عز وجل. اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه. من المغالاة المجادلة فيه. المغالاة في التدبر، نعم، أحسنت بارك الله فيك، وهذا شيء عظيم، تنزيله على غير وجهه الصحيح. وهذا الذي وقع فيه كثير من الطوائف المنحرفة، أنهم يتدبرون فينزلون الآيات على غير وجهها الصحيح. إنما ضل الخوارج بتحريفهم كتاب الله عز وجل وتنزيلهم الآيات على واقعهم المنحرف. إنما ضل أهل الباطنيون، وإنما أيضا ضل الرافضة
بتنزيلهم هذا القرآن على غير وجهه. فمثلا لاحظ مثلا الصوفية حينما قالوا استدلوا على قول يعني نزلوا قول الله عز وجل اركض برجلك على قضية الرقص في الذكر والهز في الذكر، هذا تنزيل باطل، فهذا من المغالاة فيه. نعم. قال ولا تجفو عنه، ما معنى تجفو عنه؟ تهجروه، اتركوه. طيب ترك التلاوة، ترك التلاوة بمعنى عدم التلاوة، بمعنى لا يكون الإنسان له يعني لا يكون الإنسان له ورد يومي، يترك تلاوة القرآن، ترك فهمه، ترك تدبره، كل ذلك من الجفاء. قال ولا تأكلوا به، بمعنى أن الإنسان لا يجعل القرآن يعني وظيفة يأكل بها. في فرق بين من يعمل لتعليم كتاب الله أصلاً ويتقاضى عليه أجراً وبين من يأكل به ويتأكل به ويأتي يقول الله أنا محتاج وإني أنا حافظ لكتاب الله ومعي القراءات العشر ومعي كذا، يريد أن يسأل الناس بكتاب الله عز وجل، ما ربح البيع هذا. ولا تستكثروا به، من الدنيا أيضا هو من الأكل به، لكن الاستكثار به يعني والله أنا معي 10 شهادات إجازات، لا تستكثر به إلا إذا احتجت لذلك، أنه والله يقول ماذا معك، أنت قدمت على وظيفة، قدمت على أمر يحتاج هذا. نعم. أما أن تقول والله أنا معي ومعي ومعي وأتظاهر بهذا كثرة، هذا من التكثر بكتاب الله عز وجل. إذن أيها الإخوة، هذا الحديث يأمرنا بتعلم القرآن وينهانا عن أن نغالي فيه وأن نهجره أو أن نأكل به مالا أو أن نستكثر به زينة الدنيا. هذا الكتاب العظيم أيها الإخوة عظيم، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، هذا ثقيل ولا يحمله إلا ذوي الهمم العالية. ولذلك من عظمة هذا القرآن أنه يحتاج إلى تعهد، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أكد على تعهد القرآن بمراجعته وتذاكره وتدارسه والقيام به. تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفس محمد، لاحظوا أيها الإخوة، يقسم النبي صلى الله عليه وسلم على أن هذا الأمر عظيم وأن القرآن سريع التفلت، لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها. لماذا خص الإبل؟ لأن الإبل من عامة البهائم أكثر حرصا على تفلت من عقولها، وهي التي تعقل أصلا. لذلك القرآن بالغفلة عنه وعدم مراجعته وتلاوته نسيانه سريع، وأنتم تلحظون ذلك. قد يحفظ القرآن فيأخذ شهادة على ختمه، بعد سنة تقول تعال ماذا معك من القرآن؟ والله أني ما معي شيء، أحتاج أراجع. فهذه حقيقة مع هذه المشاغل التي الآن كثرت والجوالات التي أشغلت ووسائل التواصل التي ألهت، حقيقة يعني يذهب اليوم على الإنسان ما يستطيع أن يقرأ حزبه. وإن من الوصية أيها الأخوة لهذا لذوي الهمم العالية أن يخصصوا وقتا فرضا ملزما لأنفسهم لكتاب الله، ما في غير هذا علاج، أن تفرض على نفسك وقتا لا يشغلك فيه شاغل. وخير الأوقات بعد صلاة الفجر
أو قبل صلاة الفجر قياما وفقه الله تعالى. أما غيرها من الأوقات فكثير ما يشغل الإنسان، نعم قد يكون بين الأذان بين الإذان والإقامة في الصلوات بين المغرب والعشاء أخف شغلا، ولكن سبحان الله إذا تجاوزت أول اليوم لم تقرأ وردك فعرضة نسيانه والغفلة عنه واردة، فالحريص كل الحرص أن يأخذ أحد الوقتين ليوفقه الله. إن كان من أهل القيام فنعم ما به، نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل. ولم يكن هناك، وأجمع أهل القرآن العام الذين حفظوه حفظا متقنا أن أفضل وسيلة لحفظه وإتقانه القيام به. ثانيا الوقت الذي تصفو فيه القلوب والنفوس والإنسان نشيط بعد الفجر، وهو بعد الفجر إلى شروق الشمس، ثم ما تيسر لك من الوقت. فهذا أيها الإخوة من أهمية المكان. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قوله إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، من ثقله ثقل حفظه، ولكن من وفقه الله لأزيمة صادقة وجد في ضبط وقته وأعطى القرآن حقه سيسهل عليه أسهل من الماء، بدليل قوله ولقد يسرنا القرآن للذكر، ومن الذكر أن الإنسان يتذكره ويتذكر به. هذا الأمر. الأمر الثاني أيها الأحبة إنه من أفضل من أهم الأمور التي تعين على تعاهد القرآن أن يكون القرآن على لسانك، حتى في كلماتك في توصياتك قواعد الحياة تأخذها من القرآن تستشهد به في مواطن الحاجة في تعاملك مع الناس. ليس الاستشهاد به أن تنطق بالقرآن في كل كلماتك، لا، وإنما أن تأخذ قواعد القرآن هي قواعد حياتك. فإذا جاء موطن الصدق تذكر آية في الصدق، وإذا جاءت آية في العفو تذكر آية في العفو، وإذا جاءت آية في الصلاة تذكر آية في الصلاة، إن الصلاة كانت على الكتاب موقوتا. حقيقة هذه أيها الإخوة من القواعد المهمة التي يغفل عنها كثير من الحفاظ، وهذه تجعل الإنسان يجعل القرآن منهج حياة له. وصدقوني أيها الإخوة خصوصا الآباء والمربين أن أسهل طريقة للتربية أن تجعل القرآن على لسانك في توجيه أبنائك وطلابك، فقط ذكرهم بآية. يعني تنازع اثنان من أبنائك، يا بني خذ العفو، رأيت كلمة من أحد أبنائك غير سليمة وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. صدقوني يا إخوان الكرام أن هذا المنهج ستجد فيه سبحان الله سهولة في القبول وتأثيرا بالغا، وهو أيضا سبيل إلى التعاهد القرآن. نعم، يؤكد الحديث الآخر على السابق، ولكن هنا يعني قوله بئس، أي بئست حالة هذا الرجل اللي يقول نسيت كذا ونسيت كذا ونسيت الآية كذا، يعني بعد أن أكرمه الله بحفظ كتابه. هذا تدل على أن الإنسان إذا حفظ كتاب الله ثم نسيه فحالته حالة سيئة، ينبغي الإنسان أن يستدرك نفسه. نعم هو يجاهد نفسه ويتذكر ويراجع، لكن لو نسي شيئا مع جهده واجتهاده فلا إشكال لا بأس، لكنه إذا ترك تعاهد القرآن حتى نسيه فهذا الذي عليه اللوم وعليه العتب. قال استذكروا القرآن. كيف نستذكر القرآن؟ بتلاوته، بمراجعته، بفهمه، بالعمل به، كل ذلك من استذكار القرآن. فإنه أشد تفصيا من صدور الرجال، تفصيا بمعنى إيش؟ تفلتا، كما في الحديث السابق، من صدور الرجال من النعم، والنعم هي الإبل
وإن كانت النعم يطلق على الإبل والبقر والغنم، ولكن المقصود هنا الإبل لأنها هي التي تعقل. نعم. هذا الحديث أيضا يؤكد تعاهد القرآن، وفيه زيادة، قال: إنما مثل صاحب القرآن. من هو صاحب القرآن؟ المصاحب له، المصاحب له الذي يصاحبه في ليله ونهاره، ولذلك قال: فقرأه بالليل والنهار. ماذا يدل عليه هذا أيها الأحبة؟ حقيقة يدل على أن القرآن يجب أو ينبغي لمن آتاه الله إياه أن يجعله صاحبه في كل أحواله، في كل وقته، في ليله ونهاره. بمعنى، وهذه لفتة مهمة أيها الأخوة، فرق بين إنسان يريد أن ينهي حزبه ليحفظ ويتقن ويراجع حفظه، فيجعل وقتا من الأوقات لهذه المراجعة، وبين من يجعل القرآن صاحبه في يومه كله، ليس قراءة فقط، قراءة وتدبرا ومعايشة، فإذا قرأ الإمام فإذا هو مع قراءة الإمام، وإذا جاء مبكرا للصلاة فإذا هو مع القرآن حفظا وتلاوة وتدبرا، أو تلاوة وتدبرا، إذا جلس بعد الفجر فهو مع القرآن، وإذا قام الليل فهو مع القرآن. هذا صاحب القرآن. وأيضا صاحب القرآن الذي لا يعيش إلا بالقرآن، يفكر فيه، مشروع حياته. حقيقة مهما كنت، والله لو كنت طبيب، لو كنت مهندس، لو كنت من أنت وجعلت القرآن صاحبك وعايشته في يومك، مهما كانت أشغالك، حتى لو كانت أشغالك دوام الشركة من الساعة 8 إلى 4، صاحب القرآن إخواني الكرام لا يلزم أنه فقط هي تلاوة، همه القرآن تلاوة، حفظا، تبليغا، تعليما، نشرا، تذكيرا، يعني يأنس به. وأنا أقص لكم قصة سريعة في هذا الباب، وقصص كثيرة حقيقة، لكنني أذكرها على وجه السرعة حتى لا يأخذنا الوقت، لنتمثل قضية مصاحبة القرآن. هذا رجل كان مدير تعليم، أعرفه، كان من جماعة مسجدي، فتقاعد، سبحان الله، أكرمه الله تعالى، وقبل التقاعد كان مرتبط بالمسجد، يعني كان ممن تعلق قلبه بالمساجد، فكان يأتي دائما مع المؤذن، قبله، بعده، مع الأذان. ولكن السر ليس هذا، السر أنه بعد تقاعده أقبل على القرآن بشكل عجيب، فكان يختم كل خمسة أيام، أسبوع، خمسة أيام. طبعا هو ليس كما نقول نحن ملتزما ولا صاحب دين وعلم، لا، وإنما هو حقيقة الرجل صاحب ديانة، مسابق إلى المسجد، مكانه معروف بجوار المؤذن. ولكن العجيب أنني رأيت ارتباطه بالقرآن بشكل عجيب، ودمعته قريبة. ثم ذهبت إليه في بيته فوجدت في مجلسه مكان مخصص له وبجواره المصحف، فزهد بعد ذلك من الدنيا. كان الناس الوجهاء يحاولون أن يأخذونه معهم في جولاتهم أو كذا، قل انتهيت، هذه وظيفتي. هذا رجل صاحب القرآن. الثاني رجل ماتت زوجته بعد 35 سنة من العشرة. تعرف الإنسان إذا كان كبيرا فماتت زوجته، كان همه أكبر، فحزن، فأكرمه الله ووجهه إلى القرآن، فكان يجلس من بعد الفجر إلى الساعة 8، ثم يذهب، ثم يأتي قبل الظهر فيقرأ، وبعد الظهر قليل، ثم يذهب
يتغدى ثم ينام، وبعد العصر ربما إن كان عنده أضياف أو شيء من هذا ثم يأتي قبل المغرب بين المغرب والعشاء مع القرآن، وفي قيام الليل كان يختم في ثلاث. هذا الرجل كف بصره فحزن حزن شديد حتى يقول ابنه، يقول كان يبكي بكاء الطفل في الليل يريد أن يستمتع بكتاب. هذا صاحبه أعظم من صاحبته التي كانت معه حقيقة، يعني الله عز وجل سمى الزوجة الصاحبة صاحبته وبنيه، فالقرآن أصبح هو صاحبه معاشره بالليل والنهار في همه وتلاوته وقراءته حقيقة. والله الذي لا إله إلا هو يا أخوان الكرام، أنني ما أتي إلى مجلس هذا الرجل إلا وأجد في وجهه النور والإشراقة والأنس معه، هكذا صاحب القرآن. فيا أخوان الكرام، من وفقه الله لذلك فهو على خير عظيم. وفي رواية مسلم: إذا قام صاحب القرآن، هذا حال صاحب القرآن، فقرأه بالليل والنهار بالليل والنهار ذكره، وإذا لم يقم به نسيه، ذكره بمعنى حفظه وتذكره وأيضا تذكر به موعظة وأمرا ونهيا. فهذا الحقيقة الحديث يؤكد لنا أننا والله بحاجة إلى ارتباط بالقرآن، ونحن في هذا الزمن الذي كثرت فيه المشغلات، ونحن مقبلون على كتاب الله. والسلف رحمه الله عرف عنهم إذا دخل شعبان قالوا هذا شهر القراء، ليعتادوا ويهيئوا أنفسهم لشهر رمضان الذي هو شهر القرآن. فحقيق علينا أيها الأخوة أن نبادر لذلك. نعم.